طب هو في أبراج ممكن تكون طبيعتها وتركيبتها بتعشق الانتقام؟ انتقامية. يعني البرج تكوينه يعشق الانتقام. العشرية الثالثة من العقرب انتقامي، مزاجنجي في الانتقام. العشرية الثالثة الديل، الأولى والثانية العقرب تحديدا، مش في كل الأبراج. العقرب تحديدا لأن مش كل الأبراج عندها ديل. الديل ده موجود في العقرب بس، كل الأبراج ما عندهاش هذا الديل اللي هو بيكمن فيه سم الانتقام. فدي العشرية الثالثة اللي بتبتدي من يوم 13/11، من 13/11 دي العشرية الثالثة، دي أبراج ليها في الانتقام. والقوس والجدي. القوس والجدي. جدي أنا عارفة. والقوس ما ينامش وليه حق بره، والجدي لو حد مثلا ضغط عليكي ولا عمل حاجة، لا بقعد أفكر أخد لك حق، ده حتى ينتقم لأصحابه. طب استنى انا هقعدك واقول لك تاخد لك حق، تاخد حق ازاي؟ يقعد يفكر لك في خطه وما ينساش. فالجدي بترابيته بثباته ده يقدر، والاسد والعقرب والقوس